الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أيضا إن البنية الأساسية في القارة الأفريقية بتحتاج للبناء وبقوة كبيرة. أضاف في هذا الشأن لابد من وجود بنية أساسية تربط أكثر من 50 دولة في أفريقيا بشبكة طرق واحدة. وقال تحتاج أفريقيا لبنية أساسية كبيرة ونتحرك بقوة لبناء هذه القدرة. أضاف الرئيس أيضا نستهدف ربط أكثر من 50 دولة بالطرق وشبكة سكة حديد وشبكة الكهرباء وتكنولوجيا المعلومات. الرئيس تحدث في الكثير من القضايا خلال المائدة المستديرة اللي حضرها سيادته، وقال إن الحكومة منحت فرصة كبيرة وكويسة جدا لشركة أوبر وشركة كريم علشان يشتغلوا في مصر ومن أول الدول اللي استضافتهم. تحديدا ذكر الرئيس في حديثه بنشجع النجاح ولي عند أوبر فكرة، قلت لهم ما تحاولوا تدخلوا في قطاع آخر زي قطاع النقل الجماعي بعيدا عن نقل الأفراد زي ما بيحصل يعني، وقالوا الفكرة دي هندرسها. وفي الولايات المتحدة الأمريكية قالوا ليك حق براءة الاختراع في الموضوع ده إذا تنفذ. وهنا ذكر الرئيس في حديثه مخاطبا المسؤولين في الشركة، طيب احنا عاوزين نشوف الكلام ده في مصر يا أوبر.